السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رشيقة، سريعة، قوية، إنها النسور. تحلق بأجنحتها القوية عاليا في السماء وترصد ببصرها الحاد كل ما يتحرك على الأرض، وعندما تجد فريستها تنطلق كالسهم لتمسكها بمخالبها الحادة والقوية. تكيفت النسور مع مختلف التضاريس الطبيعية لكي تصبح آلة قتل لا ترحم، فإنما وجدت الفرائس وجدت النسور الجائعة والمتربصة. إنها تتسيد الأجواء في كل مكان من الغابات الكثيفة إلى الجبال وحتى المسطحات المائية. بالإضافة إلى السرعة والقوة، تمتلك النسور العديد من الأسلحة الفتاكة التي تساعدها على الصيد. أحد أخطر هذه الأسلحة هي المخالب الصلبة والحادة. تستعمل هذه المخالب كأداة مسك لا يمكن الإفلات منها، فعندما تنغلق مخالب النسر من المستحيل أن تفتح مرة أخرى إلا بعد تمزيق لحم الفريسة وطحن عظامها. هناك أيضا المنقار المعقوف للنسر، فعلى الرغم من أنه لا يستخدم بشكل رئيسي خلال عملية الصيد، إلا أنه فعال جدا عند الأكل، فهو يملك قدرة هائلة على تمزيق الفرائس وتحويلها إلى عظام خلال وقت قصير. تمتلك النسور قدرة بصرية خارقة، وهي أقوى من البشر بست مرات، وهذا يسمح لها بالتحليق على ارتفاعات شاهقة ورؤية أدق التفاصيل على الأرض. أجنحة النسور قوية وضخمة بشكل لا يصدق، وقد يصل طولها في بعض النسور إلى مترين ونصف. تساعد هذه الأجنحة النسور على البقاء في الهواء لفترات طويلة دون أن ترثرف ولو لمرة واحدة، فهي تستخدم التدفقات الصاعدة من الهواء الدافئ لكي تطفو فوقها بواسطة هذه الأجنحة. بهذه الطريقة تستطيع النسور توفير طاقتها وجودها إلى أن يحين الوقت المناسب للإنقضاض على الفريسة. تصل سرعة النسر عند التحليق إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتزيد هذه السرعة إلى حدود 350 كيلومتر في الساعة عندما ينقض على فريسته. القوام الرشيق والانسيابي أبرز ما يميز النسر ويمنحه سرعة فائقة عند الطيران. ولولا ريشه الكثيف والمرصوص بدقة لما تمكن من كل هذا. يمتلك النسر من المتوسط حوالي 7000 ريشة، وهي تمثل حوالي 5% فقط من إجمالي وزن الجسم. يعد النسر الذهبي من أشهر النسور وأكبرها في العالم. إنه قوي بما فيه الكفاية لكي يهاجم الحيوانات المفترسة كالذئاب والثعالب والقطط البرية. لقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى اللون الذهبي الذي يكسو رأسه وعنقه. يتميز النسر الذهبي بشراسته وقوته الكبيرة بسبب بنيته الجسدية الصلبة، كما يتميز بنظره الحاد لدرجة أنه يستطيع مشاهدة فرائسه الصغيرة على بعد كيلومتر ونصف. يستخدم النسر الذهبي خفة الحركة والسرعة بالإضافة إلى المخالب القوية لانتزاع فرائسه التي تتكون من الأرانب والسناجب البرية، بالإضافة إلى الزواحف والطيور بما في ذلك الأنواع الكبيرة كالبجع والغربان والنوارس السوداء. لا تقف فرائس النسر الذهبي عند هذا الحد، فهو يهاجم الثدييات الكبيرة كالماعز البرية والغزلان التي ترعى في أعالي الجبال. كانت تستخدم هذه السلالة الأسيوية الضخمة من النسور لتعقب وقتل الذئاب في العديد من المجتمعات القديمة. بدو منغوليا هم من أوائل من بدأوا بترويض هذا النسر واستغلوا قوته الكبيرة لكي يخلصهم من الذئاب المفترسة. فهو ببساطة يستطيع قتل الذئاب التي يصل وزنها لـ40 كيلوغرام، حيث يتفاجأ الذئب بصاعقة تهبط عليه من السماء. هنا فوق الأشجار يوجد أفضل صياد في هذه الغابات. إنه نسر هاربي، أو كما يطلق عليه بالنسر الوحش. تعد أنثى هذا النسر من أكبر أنواع النسور الموجودة في العالم. يعيش نسر هاربي في جنوب الولايات المتحدة وغابات الأمازون، ويتغذى بشكل رئيسي على الثدييات التي تعيش في الأشجار مثل القردة وآكل النمل وحيوانات الكسلان. مخالب نسر هاربي أكبر من مخالب الدب، وأرجله سميكة بقدر سمك معصم رجل بالغ، وقد تم اعتباره أخطر طائر في العالم بسبب حجمه الضخم.
من المعلومات الخاطئة التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن حياة النسور هي الظاهرة العجيبة التي تحدث عندما يبلغ النسر عامه 40، حين يقوم باستبدال منقاره وريشه وأظافره. يبدأ بعد عامه 40 حياة جديدة تستمر إلى عمر 70. تبدو القصص والغرائب المتعلقة بحياة الحيوانات والطيور شديدة الجاذبية بالنسبة لقطاع واسع من الناس، ولكنها لا تمت للحقيقة بصلة. فقد أكد الباحثون أن تخلص النسر من منقاره وريشه وأظافره ولو للحظة واحدة يعني موته في الحال، نظرا لأن تلك المناطق في جسده تعد سر البقاء والمواجهة بالنسبة إليه، لذا تستحيل إمكانية التخلي عنها ولو لجزء بسيط من الزمن. ومن ذلك يتبين أن قصة تجديد شباب النسر هي أسطورة طالما تكرر سردها في الكثير من دول العالم، إلا أن حدوثها على أرض الواقع أمر مستحيل من الناحية العلمية والمنطقية. أخيرا أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد.